والله شكرا. طيب عطنا التغريدة. واضح انها مهمة جدا. ابويا هلا والله ها 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 هذه هالطاري تغريدة سبيشال يا عاد. بعد روحي. عبود حبيبي كم انا فخورة فيك وبما تقدم طوال البرنامج ما شاء الله بأخوتك واخلاقك وفزعاتك وايثارك على نفسك، هذا ما تعودته منك ايها الفريد. دمت لي ذخرا وسندا ايها البطل عبود يا نظر عيني. ادعو الله ان يبلغني فيك كل امنياتي كل طموحاتك وان ينسيك كل تعب والم امضي، وعين الله ترعاك امك. يا جعلني والله فداء، يا جعل والله انا من اللي كتبت هالكلام ما تمسها النار. الله يرزقني برك ان شاء الله ويطول بعمرك ويمتعك بالصحه والعافيه ويرزقك ان شاء الله، واكلها ان شاء الله 15 يوم وانا عندك ان شاء الله، احب راسك واحب يدك واحب رجلك واصير قريب من عندك. والله العظيم اني مبسوط جدا جدا يا ابو ما سعد، شاء الله وانك اشحنتني تستاهل اقسم بالله العظيم. تستاهل والله كل خير. الله وقد يخليها تحلم لك، لنا هالتغريده. الله الله يخليها لك يعطيك ويطول الفضل في عمرك. عجل الله فخوره فيك يا ابو نزال وتستاهل والله كل خير. طيب يا جماعه الخير، الحمد الان لله على نعمة النظارة الشمسية. النتيجه النهائيه من تقييم الشباب.